من برنامج بيت المصريين في موعده الجديد من كل سبت إن شاء الله في 11:30 صباحا. النهاردة معانا اتنين من المواهب الصاعدة المتألقة. في البداية بنرحب بيهم الأستاذ حنفي الشاذلي أهلا ابن وسهلا، محافظة الفيوم أعمال حرة. أهلا وسهلا أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، نحن سعداء بتشريفك، فأهلا بك عطرا فواحا يمطر شذاه في كل الأرجاء، وأهلا بك قلما راقيا وفكرا واعيا. أهلا ونحن وسهلا، كلنا أمل النهاردة إن شاء الله إن حضرتك تسعد معانا ويطيب خاطرك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الشاعرة المتألقة، شاعرة الصعيد والوطن العربي، تغريد أحمد مختار. أشرقت الأنوار بقدومك وغردت الطيور بك، فأهلا وسهلا بالقلب نبثر التراحيب ونزف استقبالا معطرا بالورود والفل والياسمين، وتحية مملوءة بالحب والشوق لتغريد. أهلا وسهلا بحضراتكم. أهلا وسهلا. في البداية يا أستاذ حنفي، إحنا شايفين النهاردة إن الساحة اتملت بالشعر والشعراء، هل أصبحت ظاهرة للظروف اللي بنمر بيها؟ ويعني دلوقتي نكاد نكون كلنا شعراء. هو حضرتك في الحقيقة اتفضل. الأول برحب بحضرتك وبشكرك اهلا على وسهلا، برنامج الجميل، شرفتنا وبشكر نورتنا، القناة، نشكر حضرتك. وبشكر كل أهلي وكل الجيران اللي بيشوفونا حاليا. حضرتك يا فندم بالنسبة للشعراء، حضرتك بتقول إنهم كتروا في الأيام دي. الشعر بيطلع من خلال المواقف. تمام. حضرتك في موقف بيبقى مؤثر، في موقف بيبقى حلو، في حاجه بتبقى كويسه، في حاجه بتبقى وحشه، حاجه فبيعبر بتبقى عن، دراميه، فبتطلع على طول الشعر من الكلام من الشاعر تمام تلقائيا. تمام بالنسبة تغريد. لي أنا، يعني أن أنا بحس إنه هو مش زي ما حضرته قال، لأ ده هو في خيال شوية. تمام. أنا محترمة رأيه طبعا، ورأيه كلامه مظبوط، بس ده السنة دي الاتنين مع بعض بيدوا حاجة. لأنك هو أنت الخيال حضرتك ده موجود عند كل شاعر، أكيد ولكن أكيد الشاعر لما بيستنبط. بيجي حاجة في خياله بيبقى فيه موقف قدامه أو حاجة هو عاوز يتكلم عنها، تمام. لازم يتكلم عن حاجة، ومن هنا بيبدأ الإلهام وبيبدأ يشتغل. والخيال لازم يكون موجود. ده اللي حببك في الشعر يا تغريد؟ يعني انا يعني بحب، ازاي كانت البداية؟ احكي لنا بقى. هقول لحضرتك، انا كنت في اولى ابتدائي، ايوه، طفلة عادية خالص. فوانا بقول النشيد على طول، عارفين ان الاطفال بتقول الاناشيد بتاع المدرسة كأغنية كده، فاهماني؟ بعد كده انا لا، قلتها قولي في قبولة المايك شوية. احسك. ماما قالت لي انتي راجل ولا ايه بتهزر معايا يعني. فبعد كده فحست بالنقطة دي، ان اكتشفت موهبتك. قولي في الميكروفون. فبدأت تقول لبابا، ان وبابا اهتم طبعا. وكنت بقول، دخلت الإذاعة وانا في أولى ابتدائي تمام، لغاية سنة رابعة ابتدائي وانا في الإذاعة. نمت فيكي موهبتك يعني ماما. اه، طيب مين اللي أعجب بيكي في المدرسة نقول، أو اللي لفت نظره في، يعني وأنت موجودة في المدرسة مش البيت؟ ماما عرفنا كانت البداية، المدرسة بقى مين اللي نمى فيكي الموهبة كل دي الشكر بيبقى ليها دور؟ والتقدير لمديرة المدرسة بتاعتي، وشرف أيوة. ليا وشرف للبلد كلها برافو عليك يا إنها تغريد، تجيلها مديرة بالجمال ده. بسم الله ما شاء الله، برافو بتدعم عليك. المدرسة، بتدعم الأطفال. يعني كان أنا اكتشفنا أصوات في، هي الأستاذة سامية زكي اكتشفت أصوات في المدرسة رائعة. تمام تمام بدأت دخلنا مسابقات وبنحصل فيها على المركز الأول. وعلى طول ايه، بتدعم، طبعا، بتقول واحنا من هنا تعالوا. بنوجه لها طبعا كل الشكر للتنمية دي والاهتمام بوجه لها، بالموهبة الجميلة. انا بوجه لها رسالة شكر، اقول لها شكرا على اللي انتي عملتيه فيا اولا، ثم اهتمت مع بيكي البلد طبعا. كلها بصراحة. طبعا. طيب بنقول يا استاذ حنفي، حضرتك كنت في لبنان ورجعت سنة 97، احكي لنا بقى عن رحلتك في بيروت ولبنان، وايه اللي حصل فيها، وبعد ما جيت بقى هي في مشيت الحقيقة رحلتك ازاي؟ كانت رحلة عمل يعني. تمام. كنت طالع عمل، مش زيارة ولا سياحة ولا رحلة فنية ولا حاجة. أنا كنت رايح عمل في الأردن، وبعد كده رحت بيروت.
فقعدت فيها فتره، والناس هناك بيروت بصراحه وبيحبوا كل المصريين، لان المصريين طبعاً اصلا يعني دمهم خفيف، والمصريين ناس امينه، والمصريين كلهم الحمد لله. حتى بره مصر تلاقي اي مصري من اي محافظه في مصر بتلاقيه كانه اخوكي. طبعا طبعا. فكان فيه مهرجانات بنحضرها هناك، وكان فيه حاجات برضو فنيه بنشوفها، وكان فيه ملاهي، وكان فيه صح، وفي حاجات برضو مع خلال الشغل، وكان في حاجات كنت يعني انا كنت بحلم ان انا اكتب حاجه لنجوى كرم، فكتبت لها حاجه لكن ما حصلش ظروف ان انا قابلتها. والحاجه باللهجه الخليجي يعني كلمات. طب ممكن نسمعها هنا بقى؟ هي بتتكلم يعني في الخيال، في من خلال ايه، ان حد بنت بتتكلم مع حد فبتقول له يعني ايه ان انا بكلمك وانت ما بتردش عليا، فبتقول له عم بحكي لك على المحمول. ايوه. مش رنات جرس بيطول، ما فيه يوم ترد تقول مرحب باللي حكيني. خلت عقلي خلاص اتجن، وقلت لقلبي بكره يحن وباكت وردي يهاديني. محمول يظهر ارقامها وانت بتعرف ان انا من فعلك اهيانه وعامل انك ناسيني. طب ليش ما بدك ترد وبالسماعه هيك تصد في قلبي ما غيرك حد يلي بحبك كويني. الله الله حنفي. تغريد كانوا يعني دايما في المدرسه بيقولوا عليكي شاعره دلهمز، صح كده؟ ليه بقى، منين اللقب ده؟ اللقب ده لاني الاستاذه ساميه زي ما قلت لحضرتك بدات تدخلني مسابقات، فبدات الناس بدات تعرفني اكتر في الهانس. في دلهانس، فعلى طول كانوا بيقولوا لي يا شاعره. يعني ده اسم المدرسه. اسم المدرسه ولا القريه؟ لا القريه، على المدرسه على اسم القريه. اسم القريه. تمام. فانت بقيتي شعره المدرسه بقى. المدرسه والقريه الاثنين. بعد كده دخلت على مسابقات على مستوى بني سويف، وحصلت على المركز الاول على مستوى المحافظه. ودخلت وبرده كنت طلعت شعره صعيد مصر الاولى، خدت اللقب. وخدت شهاده من هيئه جنيف الدوليه. أيوة. بتدل ان انا شاعره الوطن العربي. العرب كله طبعا طبعا، واحنا نفخر بيك يا تغريد طبعا تكون شاعرة الصعيد والوطن العربي. ربنا يخلي حضرتك. انت متالقه على كل الفضائيات. الله شكرا. اكبر عليكي. بسم الله ما شاء الله. استاذ حنفي، حضرتك عرفنا ان عندك محل موبايلات. اي يا فندم. ازاي بقى بتلاقي وقت بين ان المحل الموبايلات ده مش بيفضى يعني على طول؟ اللهم لا حسد طبعا. الحمد لله. الحمد لله. هو الشعر بدا إيه بقى؟ انا بكتب من يعني انا بكتب من 85، انا دبلوم تجاره. بكتب من وانا في اولى تجاره، فاي وقت يعني لو خليت بنفسي فتره بسيطه 5 دقايق بكتب اي حاجه انا عايزها. تمام. فلو شفت اي موقف اي حد عدى قدامي عايز اتكلم عنه بتكلم عنه. فمحل موبايلات فيه وقت؟ لا، فيه وقت طويل، فيه وقت كتير بتبقى فاضيه فيه. وحتى بعد ما اروح كمان ليا مكان في البيت، ان مكتب كده، وان انا بقعد اكتب لوحدي. تمام. وبس الاولاد الصغيرين بيزهقوني شويه عند البيت، تقعد دي بتغلبني جامد. تمام. فالحمد لله في وقت طويل، والحمد لله بشوف شغل الاول. انا بكتب في وقت الفراغ ووقت ما بكون فاضي. عشان دماغي تبقى خلاص فديت للكلام، ان انا عاوز اقول كلام كويس. تمام. فانا مش عندي بس طقه، عندي طقه وآلاء، دول الاثنين صغيرين، وعندي اثنين في الثانويه العامه ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى، ربنا احنا على ابواب الامتحانات، ربنا يكرم ربنا مصر كلها وكل بناتنا وكل اولادنا، وربنا يكرمهم بالتفوق ان شاء الله. وكل امتحان بالنسبه لهم السنه دي الله نظر للظروف اللي بتمر بها البلاد. تبقى امتحانات سهله ان شاء الله عليهم، ودعواتنا ليهم ان شاء الله. يا رب بالتوفيق يا رب للجميع. ونطلع فاصل مع حضراتكم ونرجع بعد الفاصل نواصل ان شاء الله. رجعنا لحضراتكم مرة تاني، أهلا وسهلا بحضراتكم. وعاوزين نسمع منك حاجة يا تغريد. عارفين طبعا احنا الشاعر هو ايه، إحساس للأحداث اللي بتحصل أيا كانت. فطبعا بمناسبة عايشين كلنا في هذا، طبعا ربنا يعافينا إن شاء الله من هذا الوباء، ويرفع عنا جميعا هذا الوباء يا رب عن قريب. فعايزين نسمع حاجة بقى عن ايه في ظل زمن أحداث كورونا. القصيدة بعنوان الكورونا للشاعر الكبير محمد القوسي. تمام. الكل خايف من المرض والجن من قسم نفاح، فيروس في لحظة رجنا ومن غير سلاح، خلى الكافر ينحني ويطلب سماح، خلى الأذان يتخلى عن كلمة فلاح، فيروس أعلن حرب وحده على الجميع، سن سيفه على العجوز وعلى الرضيع، فيروس شنيع داخل براسه وفي الجسد
تدور والبشر هي اللي تسكن في الجحور. فين اللي كان بيقول انا وانا ابقى مين؟ فين العمالقة والجبابرة والعضل والمنفوخين؟ دلوقتي بس اقدر اقول لك انت مين؟ تبقى اني مين؟ انت ابن ادم فبيصحصح في اللجان، فاضل قليل وهياخد ورقة الامتحان. حاول تحل المسألة قبل ما يفوت الأوان. لسه المرض أضعف كتير من اتحادنا، لسه المرض منهش عيل من ولادنا، لسه المرض صعب إنه يقدر يستبعدنا. بس إحنا نرجع، إياك تقول إنه الغضب ربك بريئا فيروسات يبعثها لينا. ربك حقيقي لو غضب هيبدل الأرض وما فيها بأرض تانية وناس عليها. عارف منين جلنا المرض؟ من طبعنا، من نقصنا، من بعد ديننا عننا الأبعد حدود. وبقاش فضل لنا غير وثن من جم وود. أصبحنا بنميل للتفاهة في الأغاني، أصبحنا بنعبد الفلوس وهي المباني. أصبحنا لا لسه ما أصبحناش، إحنا في كابوس من يوم ما نمنا من سنين. والصبح فارق أرضنا ولسه ما جاش. وهيجي كيف؟ وهيجي كيف طول ما إحنا مش عايزين نفوق؟ اصحوا وفوقوا يا بشر، شيلوا التشاش قبل ما كل الدنيا تطلع عالمعاش. اصحوا فوقوا يا بشر، شيلوا الطشاش قبل ما كل الدنيا تطلع عالمعاش. عليك حبيبتي، انت كمان متفوقه بسم الله ما شاء الله عليكي في الاداء. مين اللي علمك الاداء؟ اقول لحضرتك ان ماما كانت زمان كانت بتمثل وكانت واخده اولى على مستوى المحافظه. امسكي يا تغدي اتكلمي في المايك. كانت على طول بتدعمني، وبابا مدرس اول لغه عربيه. فبصراحه جرؤوكي بقى على الميكروفون وعلى الاداء والوقوف امام الكاميرا. انت بس عايزه اقول لحضرتك ان عليات بعض الاطفال بيخافوا من الكاميرا اللي هم شعراء او مغنيين. انا بقول لك كده عشان حتى لو متعودين عليها. لا انا بس بحس ان انا عادي، مش بقى مش بركز للكاميرا. كان في خوف في الاول طبعا في البدايه طبعا، وبعد كده بس حقيقي اول مره كانت مع الاستاذه عايده رياض، مش متذكره طبعا بالظبط، بس هي طلعت جميله. تمام. مين مثلك الاعلى يا تغريد في الشعر؟ في الشعر بتحبي مين؟ ومين مثلك الاعلى بتفضلي؟ طبعا مين؟ طبعا الاستاذ احمد شوقي من الشعراء. طبعا وبدون ترتيب بصراحه. ايوه. والاستاذ هشام الجخ، والاب الروحي ليا الاستاذ صلاح عتريس، وهقول له برده قصيده من بتاعه النهار. ربنا يزيدك يا تغريد. استاذ حنفي، عرفنا ان حضرتك كنت بتذيع مباريات. ايوه. ليه ما استمرتش في هذا المجال؟ هو انا كنت بذيع مباريات لنادي وادي دجله. كنت اداري قطاع الناشئين وبذيع المباريات. تمام. فطبعا حضرتك الاجهزه لما بتتحل خلاص اتحل الجهاز، فخلاص ما بقتش مذيع. لان كان ممتاز بيها، ما كانش الاضواء. تمام. ما كانش الدوري الممتاز. ولما صعد وادي دجله الممتاز طبعا ما كناش احنا موجودين في الجهاز، لكن انا عندي هوايه الاذاعه، ولكن ما لقيتش بقى الفرصه المتاحه ليا ان انا ابقى مذيع كره قدم. وعرفنا ان حضرتك اهلاوي متعصب. طبعا. طبعا. لا بس ليا اصدقاء كتير زملكاويه، و هما بيضايقوني كتير، هما بيأثر ده التعصب على البيت بقى. احمد مصطفى وحماده ميشو وسيد حسن ومن الاهلاويه محمد مرسي. ده من جيراننا احنا في حضرتك. القريه اللي موجود فيها بقعه كلها كرويه وفنيه. احنا عندنا احمد عيد لاعب نادي الزمالك الحالي، وعندنا محمد هلال لاعب نادي وادي دجله الحالي. وعندنا لعيبه كتير من المنطقه اللي احنا موجودين فيها بيلعبوا في الدور الممتاز، وطبعا على راسهم كبير راضيين في مركز اسطاميه الكابتن ممدوح مصطفى. حضرتك بتفضل مين من الشعراء؟
انا بحب درم التونسي والابنودي عشان تمام. طيب عنية. نسمع حاجه بقى كده من شعر حضرتك. في حاجه الاخت فكرتني بكورونا. ايوه انا كنت مجهزها. اتفضل. بس هي يعني شدتني ان انا تقول بقى غيره بقى غيرنا من بعض. لا هي جايه أيوة بس بالمناسبه يعني الاستاذ حنفي يعني رفض قال لازم اطلع مع تغريد. يعني حبينا نطلعه لوحده الحلقه قال لا عايز اطلع مع تغريد يعني. انا طلعت كتير قبل كده ولكن ما كانش مع حد من الشعراء. طلعت في برنامج مع الاستاذه اسرار الجمال في قناه ام تي سي. وطلعت في قنوات البدو عندنا صوت العمامي. وعملت لقاءات كتيره وبكتب في مجله حواء وكنت بكتب في مجله الامال. تمام يعني كل حمزه يعني وجريده المصري بنشر تمام. فيهم تمام. ففي حضرتك حاجه بتقول بتتكلم يعني ان كل ده بامر الله وان ده جندي من عند ربنا ولازم نقرب من ربنا عشان ربنا يشفينا وربنا ينجينا ويعدي الازمه على خير لان احنا محتاجين للدعاء ومحتاجين لربنا. ولذلك الاستاذه حتى ذكرت قالت يعني حتى الكافر كمان انحنى يعني للمرض. فبنقول ولا يعلم جنود ربك الا هو. كورونا جندي من جنود الله جندي من جنود الله. فاكر انك يا ظالم لنفسك او لغيرك غافل عنك الله. اتعظوا يا عباد الله ده جندي من جنود الله. ولا تكنولوجيا ولا كيماوي ولا زنهم ولا عشماوي هينقذونا الا الله. هو العلاج واحد الوقايه. الوقايه من مش مستشفى ولا عنايه لا الوقايه من المعاصي والذنوب. انت وانا وهو وهي لازم لربك نتوب يزيح الغمه علام الغيوب. هو واحد ربي الله. ارجع لربك ايها الظالم ولا تنسى قصه النمرود. ولا تنسى قصه النمرود. كفايه ظلم حتى لنفسك وارجع لربك المعبود. ده جندي واحد من عند ربك عبر بيه كل الحدود. عبر بيه كل الحدود ولا مفر ولا ملجا الا لله. الا الرجوع الى الله. ايوه صحيح الحظر وقايه لكن شوف اصل الحكايه هو ان احنا بعدنا وغضبنا الله. لازم نرجع كلنا بسرعه قبل ما يحصل عندنا قرعه ويختاروا اللي هيتعالج مين قبل الزحمه واكل اللحمه. صلي ركعتين لله ده جندي واحد من عند الله. مش فهلوه بنشكر وزاره الصحه. بنشكر وزاره الصحه من عند ربك شويه كحه ممكن نترحم عليك الله. من عند ربك شويه كحه ممكن نترحم عليك الله. يلا عامل لي فيها فرعون. يلا عامل لي فيها فرعون. يلا عامل لي فيها فرعون. يلا جيرانك عليك بتهون. اعمل مره حاجه لله. اعمل مره حاجه لله ده الغضب جاي من عند الله. اصحوا يا ساده ده المرض قفل اديار العباده. اصحوا يا ساده ده المرض قفل اديار العباده ومش هيفتحها الا الله. ده جندي من جنود الله. من بعيد بنقول سلام. من بعيد بنقول سلام وبطلنا الاحضان بالبوس. ده كورونا مش بتفرق بين الحارس والمحبوس. يمكن تفهم بالمحسوس. اقرا واحفظ طن ابابيل معروفه وتذكر لمريان جيل. معروفه وتذكر لمليار جيل. ده جندي واحد من عند الله. الكل قاعد وخايف من جندي واحد من عند الله. الله عليك. احسنت يا استاذ حنفي. احنا في الختام يا جماعه بنشكر ضيوفنا الكرام استاذ حنفي الشاذلي. بنشكر حضرتك يا فندم وتحيه خاصه من البرنامج لحضرتك. الله يخليك يا فندم. اهلا وسهلا بيك. اهلا يا تغريد شرفتينا ونورتينا النهارده. ممكن اشكر بعض الناس بدون ترتيب. طبعا الاستاذه ساميه زكي مديره مدرستي. والاستاذه سلوى زكري. والاستاذ محمد الخولي. والاستاذه عايده رياض. وناس كتير. والاستاذ اسلام نور الدين مش هنسى طبعا اللي كان عمله معايا. ايوه برافو عليك. بصراحه في اسماء كتيره انا مش متذكراها فعشان ما حدش يزعل وبدون ترتيب. تمام احسنت يا تغريد. بنشكر حضراتكم وتحياتي ليكم. في نهاية البرنامج خلصنا كده الفقرة. أهلا وسهلا بحضرتك وتحياتي أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج بيت المصريين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.